Show de plastic, bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak El Hanachi dit ma hadra ma yebdach. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العصلي مروان مزين اقوى مقلد يا فنان احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان ولا ندوان نوفيل جيني غاسيون 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 يا فهم احنا راديو اهلا وسهلا مرحبا بكم السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون متى حتى العشرة متاع الليل يوم الاربعاء 29 جوان 2022. تنجموا تابعونا كالعاده على شين يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. تحيه لكم داخل تونس ولا خارجها واحده واحده الناس تسمعوا فينا في الكيسات ربيعينكم تخدمكم ساعة مدوة حتى للعشرة بقيادة مروان بوزين مونغا تي مونغا سور عاستم ومرحبا بكم هذه نوفيل جينيراسيون مدوة حتى للعشرة متاع الليلة. أحمد العجيمي هلو هلو أهلا وسهلا بجميع مستمعين نوفيل جينيراسيون كالعادة برشا ابتسامة وبرشا جو ومازال نهار ونصيف وخويا كي الناس مش نتوحشونا مش نتوحشوكم جميع المستمعين إن شاء الله إن شاء الله. تغيب علينا اللي دير عسلي ويحضر في هكا بعض الدقائق ولا ما نعرفوش قديش المعد منذر ذويدي اهلا وسهلا اهلا وسهلا طارق ومرحبا بالناس اللي تسمعونا كل من توا حتى تكشي الفيديو قربنا الميكرو وقربنا الميكرو مرحبا بيك طارق ومرحبا بالناس الناس اللي تسمع فينا هي. من توا للتسعة معكم توا وانا من توا حتى الفيديو انت حتى الفيديو بركه باش تقعد وبعد باش تغادرنا وبعد باش تغادر طارق والله باش احكي لكم حاجه عشتها قبل ما نخلت للراديو يا اخويا تعرفها ما نزيد عليك كنفس انا ما نزيد عليك كنفس باش نحكي لك شنو عشت في الكورسة من العوينة حتى كشي لك دو هي طويلة خاطر من 8 خلاط التسعة ما خاطر سيركولاسيون والناس اللي توه في سيركولاسيون يعرفوا اللي هي تعطل خاطر مبوطي هي جراي سيركولاسيون مش معناها معبية غلط الكلمة الكلمة غلط خاطر الدنيا معبية صحيح خاطر الدنيا معبية تعطل سيركولاسيون بالسيركولاسيون اي امبوتياج سيركولاسيون بالامبوتياج فاهمين شي معناها الكلمه كتقولوا فيها ولا سيركولاسيون معناها حاجه ماشيه وتجي حاجه عاديه اما احنا بالتعودنا انه نسميوها هكاك انت فاهم المعنى احنا لا. فاهمين بعضنا بس كل نقولوا فيها واضح مروان وحلت في الامبوتياج دونك حلت في الامبوتياج وانا مش هذه المشكله مش هذه المشكله المشكله التاكسي اللي انا جيت معاه اي بالله الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا ولا انتوما قولوا لي عندكم شي شخص هكا في حياتكم قل لي خويا احنا نمشيو جه تليفون اي التاكسي جه تليفون الو قالوا عسلامه مرحبا تفضل قالوا والله قال له اسمعني وانا خذيت اتلخوه هو كلمه في تليفون فهمت اللي هو اخوه كيفاش عرفت قال له اهلا بيك خويا وكذا قال له اسمعني قال له انا راني شريت علوش وراني شريت لك اللي كنتي علوش تو انت واحد يقول لك شريت لك علوش تفرح نرمو اسمع بالله علاش قال له بالله علاش تشريت في علوش قال له الدنيا غاليه وكان جايني راني شريت قال له هذيك سوي نتاع علوش يدي لضح يا راولي اللي نجم ينجم ما ينجمش ما ينجم عادي عادي قلت بالكش ما يحبش خوه معناتها يشري له كذا انسان يحب يعمل على المصروف ركز معايا اخويا نمشي ونعملوا كلكو متراج يجيه تليفون اخر من عند مرته اكدت له من عند مرته خاطر يحكي معاها بالصعيب بدل اللغه قالت له اسمعني ماني خذيت لك تليفون جديد نلقى فما بروموسيون فونت فلاش وكذا خذيت لك تليفون تشري لي في تليفون يا اخي شنو هالعائله هذه طلبت منك انا شري لي تليفون عائله كره انا اللي عندي مكفيني انا قلت لك شري لي تليفون انت خذيت والدنيا شعلت فيها النار اسمع وشو قد يسومو قالت لي 600,000 يا اخويا كادو هو نورمالمون صدقني يا طارق باش نكمل لك التليفون الثالث مازال التليفون الثالث دخلت وين هو هو عنده قبول ياسر منين مروان المنطقه ما كانت هذه قلت لك خلطنا وين روبون الكنيسيه من عوين لك دو قبل اللي نحكي فيه راهو من قفص النبل خويا مش قلت لكم امبوتياج سيركولاسيون عاد امبوتياج نتعلم انا نتعلم خويا نخلت ويجي التليفون الثالث لان نورمال هذا انا راني شديت روحي ياسر الثالثه ثابته خويا جه تليفون قال له على السلامه ما عرفتوش شكون الحق الاولاني عرفت اخوه الثانيه مرته والثالث ما عرفتش شكون عرفوا قال له اسمعني قال له راني خذيت بيي لي انا وبيي اللي كنتي باش نمشيو لتركيا غايب هو باش نمشيو لتركيا وراو تركيا هكا يفسر له علاش قالوا راو تركيا شو اسمها الليره طايحه وراو اسمع قالوا نهزوا يدي بيناتنا 500,000 يا خويا قالوا يختارفي نحبها تركيا انا انت تعرفي نحب تركيا انا اخويا مشي شوي وعلق قال لي والله ما طلبت شيء انا ميرجيني اللي جايب لي تليفون اللي شاري لي حوايج اللي مد لي مصروف هو شاري علوش لي عامل لي كذي خلي طلبت حاجه انا
قلت له تعرفش كيفاش نجم خلصكش في الكورسة. اما نستنى في حد باش يظهر راني في الاخر. لا انا ماهيش رؤوف كوك. سامحني انا مانيش نحكي لك في سكتش راهو. انا حكيت لك حاجة عشتها معناها. حاجة عشتها من العوينة للكدو. أحمد مروان ما عندكم منه شخص ذي في حياتكم ولا وهذا سؤال الحق ذي أخوي معناها ذي عامل سحر للناس معناها هو طبيعته خايبة حسب فهمت يا أحمد والناس كل تهديله في الكدوات شنية خايبة يودي أنا ما معناها طريقته وذيك تي الله غالب معناها مزروب بالوقت نهبتين معناها ما نكملش معاه تاكسي راهو عنده زنس اخلاق يا سيد احمد وبشاشه حاجه مش نورمال وكل بوزيتيف فايبز اللي يحكوا عليها ما يكسبهاش ما يشمش منها جمله. احمد مروان قال هو قال اهلا بيك خويا عارفوا ليو خو يا اخي احنا كيقول اهلا بيك خويا معناها خويا اللي بالدم بالطبيعة باي عندي انديس سمعتك البارح قول اهلا بيك خويا ما عندكش خوك شكون قال لك سمع تعرف عليها كل شيء انت انت تعرف عليا كل شيء حازم مشيت لداركم احنا زملاء زملاء احنا تعرف كل شيء مخبينه لا زملاء احمد العجيم تفضل علاش انت وعائلة العجيم الكل مخبين الاخ هذا اللي عندكم مانيش مخبينه طارق ما هو يعيش لبرا احمد العجيم نعاود لك مره اخرى مخبينه طارق ما تتهربش من السؤال مخبينه علاش احمد العجيم خاطر يخدم مع اطراف معينه خطيره شكون أطراف خطيرة تحكم في البلاد يا أخي كونان مش قلت معينة من الأول معينة تحكم في البلاد يا عايش خويا يا أخي خوه كونان يا أخي خوه عمره 14 سنة يخدم مع أطراف معينة خوك قديش عمره 16 نعود نسألك على عمر أخوك الحقيقي قول الحقيقة قديش عمره أخوك 26 لو رأيين يوسف ذي نسألك لآخر مرة قديش عمر أخوك 56 56 سنة 56 أكبر من بوه ماني الوالد العجيمي جران قديش عمر جيبوا 14 باب جيبوا في 14 في الذكرى بنيتوا أطراف معينة طارق ترابيت بنيتوا أطراف معينة تدرب فهمتني تدخل في سياسة تدخل في حاجات خطيرة اي ما نحبوش نحكيوا عليه معناه مخبين هو سبب في سقوط الرئيس السابق الأسبق زين عبيدي بناني اي وبرقيب برقيبة اي الله يرحمه فيش عمره 106 ولا 56 قديش عمره والبيت زيد الله يرحم الله يرحم شكون خوي توفى تحكي عليه بسعاده معناها لهدرجه خاطر فخور باللي عامله ايش عمل كان معارض معارض لشكون معارض لاي شخص معناها يتبنى فكر حمل الهمام معارض لاي انسان يعارضه شو جاي يدخل قهوة يقول إكسبريس الكرة الأرضية مش يعمل له إكسبريس يقول له حب كابيسون يعارض الكرة الأرضية مدورة ولا مسطح شو يقول هو يقوله مربع معارض عنده أفكار وحده هذيك عليه ميتة فخور بقوة شخصيته فهمت شخذيت منه عينيه والحبة كان معارض بالحبة هو زيد أي ما حبيك حكيه ما حبيتش نحكيه تقلقت انه جبنا الموضوع والله ما يقعد خويا معنا فهمت معنا يقولوا لي في التليفون تدخل معنا شكون تدخل معنا الوالده اللي باش تحكي تو ماهيش امي انتوكا يقولوا لي معايا الوالده باش تصحح الامر لا ماهيش امي اللي باش تحكي تو ما تحكيش امي في التليفون موصي عائله كامله باين قول على الاقل اللي دخلت باش تقولوا تقول انه خلينا نسمعها اي مدام كذا معنا اي باهي تقول انه فما لخبطه صارت مروان مش هو المتبني بابا باقي ما فهمنيش امي متبنيه لا مال اخويا الاخر عندكم اخو واحد اخر وين عيش البر عمره 37 سنه مروان وعندك تدخل في بخصوص الاعمار بتاع العائله هذه فما مشكله في التايمينج مش من نفس المراه التايمينج محمد علي محموده معناها فما مشكله كبير ياسر في التايمينج مش من نفس المراه معناتها ابوه ما يحسبهاش معناها عمرهم ما يخططش ابوه احمد العجيمي توجه للكاميرا وقول كلمه الخوك اللي عايش في تايلاند من غير موسيقى حزينه علاش تايلاند هذيك هو في تونس في تونس موجود روح كان معايا روحوا به كلمه للعائله الكل العائله الكل التوجهاتكم السياسيه وافكاركم الايديولوجيه تعبتني في حياتي من بعد كبرت فهمت العظمه
وفهمت شنو علمتوني والدرس اللي عطيتولي. احمد الوالدة قالت نختموا الموضوع بغنية باش تهديها لك. يلا نسمعوا. انت خويا امي هذي امو هدت له انت خويا ايه امي قالت لي انت خويا يعني تعتبرك كل شيء في الدنيا ولدها اخوها ابوها كل شيء تمثلها في الحياة. خليك عايش. تفضل منذر. الشجرة متاع العائلة متاع العجيمة متشعبة طارق ما فهمتهاش. متشعبة. قالك مريم فهم مشكلة. في التايمينج. في التايمينج. بيه مريم بزين البارح نهارة اليوم الأربعاء البارح ثلاثة بداوا يعديوا البكالوريا في الكنترول مش عادي لك الورقة متاع دوار الفلسفة متاع البارح اللي عدوا جماعة الليتر بما انه السيكسيون الاخرين ما يعودوش الامتحان الفلسفة باش تقرا لي الموضوع الاول والثاني مروان وتقول لي لو كنت تلميذ شنو الموضوع اللي تختاره وانه هو الاسهل ليك مثلا في ال باهي مش بيك كنت باش تعدي التعليق قبل ما نعدي على لو كنت تلميذ على اساس انا عمري ما كنت تلميذ في لو كنت يعني في الوقت الحالي يعني يعني حاجة في الخيال. يلا سيدي الموضوع الاول مروان بوزيان قيل كل هو اخر وما من احد هو ذاته فحسب حلل هذا القول ونقشه مبررا منزلة الغيرية في تحديد في تحديد حقيقة النية. اه معناتها الكل اخوات. احمد العجيمي لا لحظة انا فهمت اي قيل كل هو اخر وما من احد هو ذاته فحسب مالك نشوف الموضوع الثاني انت هو معناتها هو في النية والغيرية هذا هو في النية والغيرية في درس في الانيه والغيره الحقيقه هو من مفهوم الانيه والغيره في النقاش اما هو يظهر لي خصوصيه وكونيه الموضوع هكا شوي انا احنا قعدنا مع استاذ فلسفه قبيله احمد قلنا انه فيه برشا خصوصيه وكونيه اما انسبيري زاد شويه من غنيه نجوى كرم نعود لك وتقول لي من شنو انسبيري غنيه نجوى كرم غنيه نتاع بدك كذا بدك كذا لا هلا خلص الموضوع نتاع فما غنيه تقول له كنت تحب عين نعطيك كنت تحب قلب نعطيك هذه تعويذة نسيتها والله يا ربي نحب نتذكر سميرة سعيد فكرها في البوز بعد فكرها سميرة سعيد ولا نجوى كرم سميرة سعيد انت شو صدق معقول انا عم انتح معك هذه شبه الموضوع الاولي لا اي خطرية قتلوا قريبة اي به منذر يلا عود لي بالله طرق الموضوع لو تسمح الموضوع الاول نسمح هي قيل كل هو اخر وما من احد هو ذاته فحسب حلل وناقش وليش نحل طريق ظاهر وزارة التربية جماعة الكنترول متحبهم شي نجحوا معنا فهم ايش معناها تفسير اخر بيه هبش نوريك الموضوع الثاني منذر واحمد وقولي زادة جاوبني على الاول قيل شنية عاود لي قيلا كل هو اخر وما من احد هو ذاته فحسب نجم نشوفه الامتحان ايه معناها انت حسب فهمت معناها انت ما مكش انت تولي الاخر بالنسبة لشخص واحد اخر صحيح اللي يقول فيه أي. صحيح حاجه من نوعها صحيح واضح الموضوع الثاني مروان بوزين تحيه لصفحه زاده اللسانه اللي موجوده في الفيسبوك ديما تبارتاجي الامتحانات والاسئله نتاع تحيه لهم توا نجم انا تلميذ نحط بما انه انا هو الاخر والاخر فيه حاجه مني انا نجم نقول ارجوك اللي قاعد تصلح انا هو انت انت هو انا اخدم لي انت والله كي يا ابري تو فما شنو الانيه شنو الغيريه وانا هو انت وانت هو انا في مرحله اخرى والاخر هو باش يقول لك ليه تعرف علاش مروان بسبب الموضوع الثاني هل تقضي لا اي تقضي ولا تقضي هل يا سيدي هل تفضي المراهنة على النجاعة في العمل ضرورة الى تكريس اغتراب الانسان موضوع ثاني هو يحكي على العمل نعود لك مروان هل تفضي المراهنة على النجاعة في العمل ضرورة الى تكريس اغتراب الانسان ايش بي تكريس شنو هو اغتراب الانسان معناها الواحد باش يخدم لازم ويتغرب هل تفضي المراهنة على النجاعة في العمل ضرورة إلى تكريس اغتراب الإنسان؟ ما معنى النجاعة؟ ما معنى النجاعة؟ النجاعة هو أن يعني تعمل شيء يعني بنجاعة لا مش بنجاعة يعني أي بإتقان يعني يكون صحيح يعني النجاعة حتى في الكورة يقول لك كي تماركي الفرص متاعك نجاعة يعني كي تحقق أهدافك هاو التفسير صحيح يعني الفرص تجيك كل تماركيها صحيح مو أحمد العجيم ياي شقول في الموضوع الثاني هذا؟ نقول انه اغتراب الانسان في نجاعة العمل يقعد موضوع فلسفي في 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 تلك المحادثة التي صارت بين نيتش وديكارت في مفهوم الروح والانسان والجسد الذي هو لا يمكن ان يكون عقلا بما تيسر في هذا الموضوع خاطر مدرسة افلاطون مدرسة ديك ماهيش كيف كيف والأفلاطونيون قابلوا برشا نيتش في الوقت اللي قابلوهم كونفينمو وقت وطرحوا عليه الطرح يعني الأفلاطوني أي شين كان رده
ردوا كان وقتها نقص نقوص ما ما جابش يجيو ما نعرفش تر ما تعرف ما نعرفش باهي منظر الحمد لله طارق جماعة الكنترول عداو الفلس قبل ما يسمع احمد اليوم الحمد لله النجاعة نتاعهم باش تكون ان شاء الله لا والله صعيب السؤال بالرسم صعيب الثاني موضوع ثاني انا بيدي حسيته وراهنا طارق انا جيت تصور حسيته ساهل طارق قول لي انا تو بديت نفهم علاش التلامذة قاعدين يلتجؤوا للكيت معناها معناها حاجة كيف من هكا والله يا ما لازمش يخدمها واحد وحده لازم بروف تاع فلسفة واحد يملي أو يملي عليك صحيح ويا رب وحتى بالكيت صعيبة يا مروان والله صعيبة معناها لازم هو اللي قلت عليها أنا صحيح بالحق لازم معناها واحد متمكن بالقدام الفلسفة يعني حتى نيفو عالي يعني ولازم يكون متكرس التكريس عنده النجاعة عنده النجاعة دوفوار الفلسفة طارق في البرنسيبال كان أسهل من دوفوار الكونترول سا ديبون كل واحد وش حذر على ذولي نذكر الدولة جيت عدينا حتى دوفوار البرنسيبال قول لك أمي شنية تجاوب بعد ما نحكي لها الكلام اللي كنت انت توا احنا توا نحكيو فيه تعا اسمعني تو هذا تو بلا يقرأ تو ينجم هو واحد تو هكا يفهم حاجة تي أستاذ فلسفة ذي أمي عندها ديريكت الحل السهل برشا تقول لي هاو أعلى معدل في الفلسفة أفهم شكون ما يخص 17 لحظة لحظة علاش السيد اللي جاب 17 هذا ما خممش كيما أنت خممت علاش أنت كنت من صف الناس اللي قالوا ماهوش مفهوم ولازم استاذ ولازم كذا هاو فما غيرك ترى قداش من تلميذ ماخذين 16 و15 و14 وماخذين معناها موينات طياره على الاخر دونك ينجم يكون صعب على امثالنا وسهل جدا على غيرنا انا لو قدر الله وكنت بو باش نكون بنفس الفكر هذا نتاع امك يعني باش مش خاطب انت امك عندها نفس الفكر لا احنا في القرايه احنا بابا انت استاذ فلسفه يا دي ماهوش استاذ فلسفه بابا مدير فلسفه مدير فلسفة مش كون في عائلتك أستاذ فلسفة متفقد فلسفة أمي قرأت فلسفة أي أمك أستاذ فلسفة ليش ما تهمكش هذوما خطر إنا ديما نتفلسف عليها ما خلت ليش فرصة باش أنها تتفلسف علي فهمتك يلا سيدي موسين معكم حتى للعشرة متاع الليل فاصل صغير راجعين معكم في نوفيل جينيراسيون التسعة وستة وعشرين دقيقة رجعنا معكم موسين حتى العشرة في نوفيل جينيراسيون تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا معنا مريم زين مونغاتي أحمد العجيمي أهلا منذر ذوادي معدة الحسن أهلا وسهلا مريم زين هيثم المغربي يقول لك راه نقولوا لازم يكون متمرس وليس متكرس موجود مو جدمو معناها هي بين قل له خويا يعطيك الصحة شكرا على المعلومة يسمع فينا من قطر على تحية لي والقطريين الكل التوينسة اللي في قطر الكل والتوينسة اللي تبعوا اللي متغربين الكل تحية لهم نحب نقول له راهو نورمال معناها كان جيت متكرس بالكدا راني في راسين كاري معناتها المستوى هذا فهمتني في نوفيل جينيراسيون في نوفيل جينيراسيون بالله طارق اليوم الانيفرسير نتاع عزيز حيدري اللي عمل 27 عام حاب نقول له جويز انيفرسير يا عزيز وان شاء الله كل عام وانت حي بالفخير ان شاء الله عام كله حب وسيرتو برشا سوارد برشا فلوس يا عزيز حيدري كل عام وانت حي بخير زيد نسلموا على المستمع حمزة الفرشيشي مروان بوزيان في رسالة غريبة شوية مروان بوزيان لازمك تسمعها معايا أهلا طارق أنا سنة باكليتر نعاود خطرني كنترول قول الليد يا راني مدبرم على خاطر دفوار التاريخ وجغرافيا صعيب ما عديتوش بالكدا مازالوا نهارين قلها تقول لي كلمة من قلبك طلع لي بها المورال غدوة عندي عربية يعني الزلقة فلقة وانت حط لي غنية هكاية تحمسني لدفوار نتاع غدوة دونك ليديا ماجيش ليديا ماجيش دونك نفهم من هذا اللي ليديا العسلي من ورانا قاعدة تخدم وقع معنا نفهم من هكا اللي ليديا قاعدة تنتج بار انستغراموز اكتريس انفلونسوز دانسوز سباحه دونك علاش طلب كان من ليديا بالذات ما نعرفش احمد زعما سيد المخرج امير شنو الاغنيه اللي باش يختارها يحمس بها حمزه للدوار العربيه غدو انت ماك ديما تختار اغاني الانرجي عاد نتصور اغنيه يحمس بها حمزه صرخه نتاع صبر الربيع صرخه نتاع صبر الربيع زايد تصوروا هكا صراخ منذر
شنو الاغنيه اللي نتوقعوا يحطها؟ اي الف ليله وليله. الف ليله وليله مروان زعما شنو الاغنيه نجم نشجعوا بها واحد يعدي كنترول غدو ان توكا؟ ماهوش صبر بيعي على خاطر صبر بيعي تنجم تطلبها منه يا اخي يقول لك انا راني مانيش صندوق 26 26. يا سيدي نشوفوا الاغنيه اللي اختارها سيد المخرج باش يشجع بها حمزه. هذه الفكر نتاعو مروان. هو قرر انه يختار الاغنيه هذه اللي باش يعدي هنا توا بتبيعوا مازال ما اختارهاش. على ذلك انا طولت الحديث. الاغنيه الاولى اللي في مخك هي اللي باش تمشي حسب هي بشي عدي حمزة الدوفار غدو. يلا 1 2 3 4 5 6 7 خلينا نقول هذه شيء. يلا توب يلا توب سيدي. فمش غنية للباك ما لقاش غنية للباك وش هذا العام الجاي؟ لا لا يا على المورال. لا 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 ما تخافش. لا 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 الدوبيل لا لا ما تخافش. مستمع اخر حمزة زيد حمزة بن علي على كنا قبيلة كنا نحكيه على تعويذة ودرشين. انا قلت تعويذة قال لي تعرفوش التعويذه البرهاتيه اولاد؟ تعويذه البرهاتيه انا لحسن الحظ نعرفها الحقيقه. نعرفها البرهاتيه تلقاها سباح رفماك مع برهات بسيس هذيك البرهانيه. اوكي التعويذه البرهاتيه احمد العشيمي. البرهاتيه ما عنديش فكره الحق، انا ما حالفنيش الحظ باش نعرفها. نعرفش فما بور جاي من البوري وفما هيت برهاتيه. التعويذه البرهاتيه ذي مروان بوسيان في فيلم عاد لينتقم عام 1988 اسماعيل ياسين هو لا كان لا المخرج يرحمه لا يرحمه. الله يرحمه ياسين اسماعيل ياسين والممثل بطل عزت العليل. الفيلم هذايا مروان الشخصيه نقولوا ايذوليا بنته تموت في الفيلم فتقعد كين الروح نتاعها تتبع فيه في الدار في كل بلاصه كذا تعب لا مش بالكوميديا هذيك فما عادش ينجم يعيش في الدار نقل لمكان اخر لدار اخرى. برنس في الدراما برنس في التراجيديا نقل لدار اخرى فقعد يحس في الدار فما حس فما ارواح فما كذا ولكن مش بنته المره هذه. هو في مخه من الاول انه بنته قاعد تعاقب فيه لانه هرب الى مكان اخر. فمره في الفيلم يعني يدخل السال دو بان يلقى طفل صغير يعني كما نقولوا كانه يغرق فيلم في رعب هذا في البانو. اي اول افلام الرعب في مصر وقتها قبل 1988 كانوا افلام الرعب في مصر يتقال عليهم انهم كاريكاتوريين يعني يضحكوا مش يخوفوا. وقتها كانوا برشا افلام في العالم كان شاينينج بتاع ستانلي كوبريك وقتها من انجح الافلام في العالم وقتها جاك نيكلسون في الرعب. فاسماعيل ياسين قرر انه يعمل ثوره في الافلام الرعب في مصر. فكما قلت لك دخل البانو شفت فل صغير كذا من الاول خاف كذا قعد يمشي ويجي ويرجع. قول مروان اسماعيل ياسين يعمل في الرعب ديجا انت شنو تستنى معنا؟ اخراج اخراج اي باقي الفكره بتاع اسماعيل ياسين معنا. ياسين اسماعيل ياسين معناتها كانه تو قلت لي لامين النهدي عامل فيلم رعب ينجم انت اي قد ما تستنى فما ديما باش تلقى التوش تاع لامين معناتها باش تلقى ضحك في هذا ما فماش التوش تاع لامين جمله مروان. اسمعني اسماعيل يرحمه راه معروف عليه برشا حاجات كيما هذه. اسمع اسماعيل ياسين بعد في وسط فيلم أحمد ولا الشخصية عزت العليلي ولا يوصل يحكي مع الطفل هذا اللي هو الروح متاعه. الطفل هذا اللي ما يشوف فيه هو قاعد يغرق في البانو طلعت بأنه الطفل هذيك فمش كون قتله في الدار هذيك بالعملية هذيك فكأنه يحبوا ياخذوا الحق متاعه. فاش عمل الشخصية جاب مشعوذ سحار باش يعمل له تعويذة ينحي له هالأرواح من الدار هذي. المخرج وقتها ياسين اسماعيل ياسين شحب يعمل حب يكون الفيلم ريال برشا ويقطع مع المهازل نتاع الرعب اللي تعملت قبل. جاب مشعوذ صحيح اسمه السيد الحسيني الفلكي. جاب مشعوذ صحيح قال له اسمع قول كلام بالحق يعني باش يظهر صحيح التعويذة هذه اما مش بالضبط. فالمشعوذ شعمل عمل تعويذة صحيحة اللي هي التعويذة البرهاتية اللي ما يتقنوهاش برشا يعني سحرة في العالم يتقنوها يمكن 10-9 من الناس. التعويذة هذه مروان كعملها هو بالكيما هي صحيحة كذا فصار ديجا حتى في التصوير برشا ديروش ما يلقاوهمش موجودين. استغفر الله يا ربي لله لله في الليروش شافوا كأنهم أرواح تمشي وتجي في الليماج. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالحق راه لطف لطف. وحتى وقت التصوير مروان في الكاميرا تظهر لهم فلو شوية المخرج يحسب من الكاميرا. يا لطيف يا لطيف. لا بالحق راه في قاعات سينما مروان اي فما برشا تقلقوا. كيف علاش؟ فما برشا تقلقوا لانه التعويذه هذه يعني كانها تنادي الجن. كنت تنادي؟ تنادي الجن التعويذه هذه اذا يعملها بالصحيح وبالطون الصحيح. صباح يا خويا تنيش تحكي لنا فيها هذه مانيش بعد شو تقولها تعويذ؟ لا علاش تقول فيها؟ الجن شكون تنادي؟ اسماعيل ياسين توفى تنادي الجن
يعني حتى الناس اللي تفرجت في قاعات سينما برشا ناس تقلقوا برشا ناس تأثروا واللي وحتى في حياتهم تقلقوا ياسر وحياتهم فما شكون تقلبت لدرجة انه يا ترى قيز اللي بدلوا الفريكونسي منعوا الفيلم من العرض في قاعات سينما نحس في روحي بقلية تحيل شبقي بقلية معناها لا يحكي على سليم على شكون على سليم نحكي على شوف وحتى في التلفزيات أحمد العجيني ايش صاير في التلفزيات في القنوات اللي تعدي الافلام السينما هي الروعة منعوه من العرض اي ثم ما انت كيفاش كيفاش نمنعوك باش تكمل لنا الحكايه تو بعد كي نقول تعويذه المشعوذ هذا مروان اي شيء يذكر هو يعطي الصحة حمزه بن علي يعطي الصحة اللي ذكرنا بالقصة المشعوذ المشعوذ هذا زاد يقولوا انه نهايته كانت غريبه ومستغربه وبدايته ما نعرفوش نهايته كيفاش ببيت متغيبة بعدين ولا يعني بدايته أزلية ما نعرفوش من وقتاش يعني منذ الأزل اسمع اسمع اخي عندي عام معاكم طارق اي ما لقيت وقتاش تلقيها التعويذة كيف دخلت انت انت علاش اخترت الحلقة اللي قبل الأخيرة طارق سامحني يا با كيفاش موتو مستغربة موتو مستغربة ما لقاوهش لمدة طويلة هذا مش مات هذا تحنط ما لقاوش لمدة طويلة مروان بكش يلعب في ظن أنه توفي ثم تلقاه بعد مدة يطلع مات وكأنه توفي نهارتها يبارك توفي نهارتها أين كان ولماذا اختفى وما هو أثر التعويذة البرهاتية التي يتقنها فقط تقريبا 9 أو 10 مشعوذين طبعا معنا بقية الحكاية في ناش تربينا أحمد العجيمي حاضر أني نعمل تعويذة البرهاتية ولا لا مروان بوزيان لو تحب لو عندك رسالة لأحبابك قبل ما نعمل تعويذة البرهاتية ما عنديش سولد كنت حبك مش نبعثها من عندك ترفضوا تعويذة البرهاتية نرفض منظر المعد انا باش نعمل تعويذة نرفض المروحاتية هذي تروح خويا تروح تجري تجري للدار تروح جملة اي كيما فيلم ذا كونجورين كي تعرض في السينما ذا كونجورين الان وتو وترواو الان وتو تمنع من السينما وخافوا برشا منه معناها مروان بوزيان وي خويا كيفاش تحب نختموا الموضوع هذا بالتعويذة البرهاتية انا ما نخافش خاطر ايماني قوي كبير ياسر بربي انا ايماني بربي قوي ياسر وانا عمري ما نخاف معناها واحمد كيفي ومنظر كيفي خاطرهم ناس مؤمنين وايمانهم قوي ويعرفوا اللي فما ربي في الوجود اي معناتها ما نجموش نخافوا من تعويذه برهتيه احمد هكا ولا امبوسيبل امبوسيبل وانت تخاف منظر من تعويذه برهتيه لا 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 ما خافش احمد حسيت خايف لا 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 خاطر انا مش خايف راهو مش خايف جميل سامحني وشكون جبدها تعويذه برهتيه ذي حمزه بن علي شو يسكن حمزه بن علي يسكن حمزه وش هي غايته من البرنامج هذا يبعثنا حمزه بن علي يقول لي نعيش في اريانا الصغرى أبشي وري في عيش في أرينا الكبرى تحية لكل المستمعين شكرا على الأفكار هذه تعويذة فيلم عادة لينتقم من أكثر الأفلام الرعبة مروان ما نصحكمش حقيقة تفرجوا فيه لا شكون قال لك تفرجوا فيه لأنه فيه تعويذة في الفيلم وبرشا تأثروا بعد ما تفرجوا فيلم أثروا كيفاش عادة لينتقم أثر فيهم سلبيا الحقيقة راه نحكي بالحق راه طارق ديجا هما يقولوا إنه الفيرسيون الموجودة توا ماشي والله برافو للي اف ام تي في شكون اللي كنت تعديو لافيش بلي زمان بصراحه ما لافيش للناس اللي تفرجوا في الاف ام تي في رعب خالص وفين الرعب الحق كي ريت لافيش الحق بالحق من غير ما تفرجوا فيه ولو انه الفيرسيون الموجود على الانترنت يقولوا انه ما فيهاش تعويذه كيف انت ولا يقولوا حتى انت شوقي بوغلي ترى خليني تفرجت فيه الفيلم ولا اتيف فيلم اخر هذا عاده طارق لباس يريد الفدلكة ما هو يريد كيفيه نبدأه بالفدلكة وندخله في دعازق نورمال مون باش تعمل لنا كان المشاكل معناها انت احمد علاش حسيتك فرحان يحش بيعمل سكت يا طارق سكت حمزة شوف لنا نيماتور بالليل والله فرصة شنو مروان قلت لك مرسي يا معاد طارق فرشت فيه فيلم انت ولا انا سر في التعويل فرشت فيه فيلم وصارك تأثير ولا عديت مدة طويلة نين تولت عديت فوق العام احمد العجيمي نلقى روحي كل سبت طعم في قهوه في الشوش تراد فما بير لو تعرفوا
فما بير لو تعرفوا في رد مليان بير تراس اي بير ماتر يلا انتهى موضوع الشعوذة معنا يعملها تعويذة تاع البهتاني ما نجمش نعملها اصلا ما لا يتقنها الكثيرون وما تعملهاش لان انا نتقنها طيب. يلا انتهى الموضوع سيدي يلا ما دمنا نحكيوا على البكالوريا مروان بوزيان سمعت برشا بحكيت انه التلامذة ساعات يهزوا تليفوناتهم وينحيهم قبل ما يدخلوا ولا ينسيهم لاخر لحظه ثم جاهم فرود هكا ولا اي معنا والده لي تلميذ هو على ما يبدو في ليسي بيلوت صفاقس مدام رابعه هو تلميذ اسمه كريم لوز جا فرود بسبب انه يذولي دخل تليفون وذولي مدوا قبل دقائق من الامتحان الانفورماتيك تنثبتوا اكثر من الحكايه مع مدام رابعه اهلا وسهلا عسلامه اهلا وسهلا مدام رابعه مين تكلم فينا ام كريم اللوز ام كريم اللوز مين تكلم فينا مدام رابعه من صفاقس كريم وين يقرا هو كريم في المعهد النموذجي بصفاقس واحد بكالوريا رياضيات هو اللي سي بيلوت دونك اي وباك مات باك مات باك مات باهي في وسط العام هو قداش يجيبك يا كريم مش حاولوا في اربع دقائق خاطر احنا معناتها لو بخومي يجيب 16 واضح دونك 15 الزون هذيك نحاولوا في اربع دقائق نفهموا الحكايه الكل كريم هو متلامذه اللي جاتهم في النتيجه لادمي سيسيون انولي فرود اللي هي جي يعني عاده للانسان اللي المفروض قام بحاله غش كريم شو عمل هو بجاته سيسيون انولي احنا نهار الثلاثاء من الاسبوع الثاني وقعت الحادثه هي هو متعود كل يوم ما انه مغروم بالموسيقى يحب يسمع الموسيقى المسجله في هاتفه في التليفون احنا متواجدين اي في التليفون واحنا متواجدين لمركز الامتحان باش ينحي الستريس ومن بعد يحطه في السياره اي نهارته نهار الثلاثاء قبل ما يوفي ولي زيكزاما بنهار نهار الثلاثاء مازال ثلاث واربعه اي نحكيو على الاسبوع الثاني من الامتحانات اي الاسبوع الثاني فوالا نهارته وصلنا متاخر شويه لمركز الامتحان يجي هكاك 8 غير 3 أخرج يجري من السيارة شوية حيث وصلنا متأخرين وشوية زيت شيء أصحابه حب يلحق عليهم انسى تليفونه في جيبه ودخل دون ما دخل قاعة الامتحان اتفطن تليفونه في جيبه سلمه طوعا للأستاذة المراقبة يجي مع الثمانية غير درج خمسة دقائق على الأقل الثمانية. يعني قبل ما يتفتح الظروف وقبل انطلاق الامتحان خمسة دقائق قبل ما خمس دقائق قبل ما يدخل مد التليفون للمراقب ولا الاستاذ لا مش قبل ما يدخل هو دخل القاع ديك قاعد تحس بحاجه يبسه مد ديريكتوم هز التليفون مشى يجري للاستاذ قال لي مدام راني نسيت تليفوني سمعت به الموسيقى وراني نسيت ما حطيتوش في السياره اتفضل هو تليفوني مازال ما تفرقوش ما تحلوش لي زون دو نوت مازال ما صار حتى كيما نقولوا دخل بكري يعني من 8 غير ربع غير درج تفكروا في وسط الساله خرج مد اي ولا معناتها ديك تخليك هو من يقعد هو حس بي ولا ليسونسييل احنا على الاقل 5 مينوت افون فوالا لكن رغم ذلك صار له استجواب وقالوا في نهار النتيجه سيكسيون ان لي فروت فوالا مع السلامه مدام انا مروان بوزيان نحب معناها بصوتك ونتصور صحيت وبصوت الاولياء نتصور برشا صارت صحيت وبرشا صارت لهم والله صحيح. هو من سامحني مروان هو يعني من دوره عمناول وتعمناول تقريبا على ذاك السنه كانت دعوه كبيره باش الناس ما يهزوش تليفونات حسب اللي صار عمناول وتعمناول اي اما حسيت اللي هو زاده كانوا قاسين معاه اكثر من اللازم معناتها هو تلميذ زاده ابريتو يقرا لي سي بيلوت دونك هو تلميذ نجيب جدا المفروض من المفروض هو تلميذ نجيب جدا وتلميذ اللي هو جاء بيد وهو اللي خذ التليفون وحط معناها حتى عطاه للاستاذ سيكو ما نصورش فما نيه نتاع انه ينقل نتاع انه ينقل والا يفسكي وكما نعاودوها طارق يمكن معناها وزاره التربيه ولا معناها اللي قاعدين يصلحوا في الاكزامانات حبوا هكا يكون درس للناس باش ما عادش تفسكي ولا كذا لكن الضحيه بصراحه ما يستاهلش كانت نجم تكون بطريقه اخرى مثلا انسان شدوا عنده كيت انسان شدوا عنده فوسكه شدوا عنده حاجه مش تلميذ يقرا معناتها لي سي بيلوت الموين نتاعو ميخو 15 معناتها ولا 16 ما يستحقش ديجا مع العلم انه راهو اللي يجيب كان معني حتى هذا معناتها المدير ما عنديش فكره هو قال لي دابخي ليكسبيريونس معناتها اللي يجيب 15 كو دو لاني فاسيمون يجيب 18 راهو يجيب 19 صحيح معناتها حتى كريم معناتها الى باسي بيان معناتها لي زيكزاما لا بيان بيرسي لي زيكزاما اللي هما حتى نهارتها مدام رابع بعد ما اعطاه التليفون وخذاه بعد وكمل غد عدى من غدوه جو كروا نتصور لونجلي كمل وعدى ورغم الظروف هذيك تخلوا المدير وقالوا من بعد باش تجي تجاوب كل شيء لكن الحمد لله عدى ما كانش في باله انه يمكن تجيه انولي
سيسيون انولي. بيان سيغ خاطر معناتها هو لا احنا في العشر ايام هذوكم فما شكون يطمنا وفما شكون يقول لنا بتاتخ راهو. كنتوا خايفين انتم لا كنا خايفين بيان سيغ احنا عشر ايام يعني عاديينهم كوشمار. كيفاش تلقى ولدك الميساج هذا جاتو سيسيون انولي فرود مع العلم انه المفروض يعني كيما تقول انت. انت ما طلقتوا باش يحكي معاكم الليله ما نجمش يحكي. اي هو كان المفروض يدخل معنا هو. اي انت طلبت انه هو دونك ما ولي تو منهار مش مصدق. بالله نداء نداء بالله نداء بكل لطف معناتها ماهوش نداء بكل لطف لوزاره التربيه والتعليم كان يعاودوا يرجعوا للموضوع هذا نتاع التلميذ النجيب هذا اللي على خاطر حاجه هكا. والحالات اللي كيفو زاد. الحالات اللي كيفو برشا حالات. راهو معناتها في الليسيات العاديين فما عدد تلامذة نجباء. صحيح هما معناتها عن سهو راهم ينجم يكونوا دخلوا وسلموا قبل انطلاق الامتحان يعني ما فماش حتى يعني انا مبدي نوجه نداء. نحاول نختم معاك مدام رابعه بنداء ولا رساله لوزاره التربيه من خلالكم كان تسمح اي تفضل عندك 30 ثانيه نعملوا فيها رساله للوزاره ولا نحب نوجه نداء وطلب للسيد الوزير اللي يشرف على وزاره سميتها الدوله وزاره التربيه والتعليم وفقت فيها التربيه على التعليم. نطلب من السيد الوزير أن يفعل هذه التسميه نتاع الوزاره. شنو الدرس التربوي اللي مررناه من قضيه كريم؟ الكريم والغير كريم. انك رد بالك تكون نزيه، رد بالك تكون شفاف، رد بالك تكون صادق، رد بالك تحترم القانون، لانك لو تعمل هذم الكل باش تلقى روحك مرفوض من البكالوريا ومش ناجح ومهدد بعقوبه تاديبيه. كريم حب يطبق القانون، عيبه الوحيد انه نسى، انه نسى وجل من لا يسهو. الانسان اصلا سمي انسانا لكثره نسيانه. كريم وقت نساء وتفطن أنه نساء امتثل القانون ومتهاتفه من جيبه أعلم به فريق المراقبة قبل ما يبدأ الامتحان وتتحل المضروبات وهذا اللي يعكس حسن نيته اللي تبطل بها كل سوء نية كأساس للغش أو لمحاولة الغش. دونك هذه رسالتك لوزارة التربية ولوزير التربية فتحي سيد فتحي السليفتي. شكرا مدام رابعة وصل صوتك وبرشة تلامذة برشة تلامذة الحقيقة حتى في السيسيون برانسيبال وين نسيت مروان عرضوني الاستاتيو كل خاصة في الباجيت نتاع الناس اللي تعدي برشة شكوا فيهم يعني أحمد بالكيت وكل فهزوهم البيرو المدير وفتشوهم وفما شيء ثم رجعوا فما تلميذ زاد كتب والعهد على من قال فما تلميذ كتب قال انه تقريبا ثلاثة ايام لولا كل يوم يجي ويشوفوه ويهزوه يرجعوه فكيسأل المدير علاش قال له وجاني اسمك جاي في مساج من الوزارة قالوا ثبتوا معاه فما نعرفوش الحاجات هذه كيفاش صارت بالضبط في البكالوريا على كل ان شاء الله سي عربي ينجح الجميع اللي عديو توا في الكنترول امين وبالله طارق نداء للوزير مره اخرى ولوزاره التربيه والتعليم راهو نتصورها تنجم تكون جيست باهيه برشا كان تصير معناتها من الوزاره ولا من عند الوزير كان يتدخل ويسامحوا والا يراجعوا يشوفوا الحكايه هذه ما دونك عدى هو لي زيكزامان نتاعو الكل اوروزمون دونك كمل عداهم ماهوش ياك اللي جونر معناها خدم دو زيكزامان ومن بعد خرجوه ديريكت هو كمل عدى كمل عدى نجموا نتسامحوا ابري تو معناها احنا شنو نحبوا بالعكس هذا يشجع بقيه التلامذه باش انهم يقراوا انه ويعرفوا اللي وزاره التربيه ماهيش عدو الا شخص معناها قاسي بالطريقه هذه وهو ربي سبحانه ويسامح معناتها ربي الله غفور رحيم شيخ رايك قطعي مروان انا معناها بلطف مانيش قاعد نحبش معناها في خصوص انه التلميذ اللي لقاو عنده تليفون زي ذاك راهو سيسيو انولي وفرود بالنسبه لي رد عي ياسر اكثر من لازم اكثر من لازم وقت اللي معناها الليسي يعرف والوزارات يعرفوا وانه فما تلامذة قاعدة تفسكي بالحق معناتها طارق يعرفوا اللي فما شكون يفسكي وفما شكون سامحوهم يمكن ولقاو عندهم ليكوتور وسامحوهم ولقاو عندهم حاجة تعتبرها محاربة غالطة للغش نعتبر انه الوليد ضحية معناها كان قاسي على الاخر التعامل معاه في 30 ثانيه مدير بسرعه 30 ثانيه طارق حبيت ان جوست المدام اللي كانت تحكي راهي صارت سابقه زاد في بكالوريا 2019 مع تلميذ بمعهد نابل ما نعرفش كون وقتها الوزير اللي كان وزير التربيه والتعليم 2019 ما نعرفش بالضبط وصلحوا له ونجح الطفل معناها ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي معاه هاي صارت ونجح معناها حاجه هكا بالضبط قبل الامتحان ان شاء الله ان شاء الله بيلوت ان شاء الله كريم هو اللي سي بيلوت في صفاقس وان شاء الله ان شاء الله تصير الحكايه كما قلت انت ان شاء الله يا رب وينجح الطفل وان شاء الله نحاولوا كي نتعاملوا مع حالات الغش بطريقه اذكى واكثر سلاسه ويعني وصحيحه وتكون ناجعه بالضبط ناجعه بالحق يعني مش كل افراط المبالغ فيه اللي ماهوش جايب في النتيجه موصل معكم حتى العشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون فاصل صغير رجعنا معكم مع طارق الحناشي
49 دقيقة مسي معكم حتى العشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون. قولوا عيد ميلاد سعيد لسهية من صاحبتها ويام، قولوا لها كل عام وانت حي بخير. تقولي صاحبتي من عام 2004 يعني من الكوب دافريك متاع تونس، وهم أصحاب التو تقريبا 20 سنة كيكا مروانة ما شاء الله، 20 سنة تقريبا إن شاء الله ربي يدوم صحبتكم. 18 سنة تارك شيء؟ 18 سنة تقريبا قلت تقريبا 20 سنة. كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله تكبر بالصحة والعافية سهية. يا سهى يا سوسو يا سوسي يا سهى يا سهى. بعد ما قلت انت سوسو سيسي ويام بعثت لي قالت لي راهي مخطوبه ماذا بينا لك. انا يعني بكل معناها عليه معناتها عليه تحطونا في المواقف البيخه هذه. يلا سيدي نعطيكم نهايه الاخبار وتعطيوني بدايه الاخبار. مروان بسرعه قول لي الرقه بالله في ساعه باش نحكي حاجه ومن بعد نرجع لبدايه الاخبار ونهايه الاخبار. فما اذاعات باب نقول وطني ما همش خاصه، خاطر اذاعه وطنيه معناتها يعني اذاعه اتاتيك. علاش ديما في الاذاعات الاتاتيك الانيماتور كيبداو معاه معناتها دي كرونيكور وكل شيء يحكي حاجه عاديه على الاخر يا اخي يترشقوا بالضحك. يقول مثلا عسيمة مرحبا بكم هذا برنامج ابتسامة وحمامة. قلوا عسيمة يضحكوا مع بعض. علاش يضحكوا مع بعضهم ديما على حاجة ديبي؟ وعلاش ديما فما كي يغلطوا يمنعوها بزوز كلمات؟ نقول لكم بالطبيعة معنا أحمد العجيمي. علاش بالطبيعة معنا كاينة حاجة سير ما فما كلمات فما بالطبيعة والكلمة ديما معنا يستعملوها بالطبيعة وإلا أو وانت ينطقها بالغلط يقول او ما فما كلمات نمليو فيهم نمليو بهم الفراغ يعني والجديد. عسيمة مرحبا بكم في برنامج ابتسامة وحمامة اليوم بعديها احمد العجيمي يترشقوا بضحك ولا العظيم حسن. يلا مروان مزين نعطيكم نهاية الاخبار وتعطيوني بداية الاخبار. نهاية الاخبار الجريمة 9 متاع الليل. شنو بداية الاخبار؟ شنو هالليلة هذه؟ ما زلت نص ساعة على الجريمة بتاع 9 متاع الليل. لا نص ساعة درجين تو هكا تحسب ايه يعني بتوقيت ما يحكيش توقيت تونسي. انا احمد ديما يخمم توقيت السعودية. طارق الى متى وانت ماخذ البوزيسيون بتاع منير بن صالحة على احمد العجيمي؟ احمد العجيمي الوقت ايش معناتها الطريقة هذه؟ ما دام يربح القضايا خليني. يلا الجريمة 9 متاع الليل نهاية الاخبار البداية. اللمبي يقول وانه الجريمة لازمها تكون 9 متاع الليل. منذر عاودي الخبر طيب. الخبر خبر خبر مش معلومه. الجريمه 9 متاع الليل شنو بدايه الخبر؟ مشتبعه جمهوري هذه وكونان. لا برنامج عبد الرزاق الشابي الجديد اسمه الجريمه و9 متاع الليل على قناه حنبع. معناتها شنو يحكي خويا؟ معناتها انا احكي على الكره يعني جريمه في حق الرياضه باش يجيب مصطفى الدلاجي يغتالو. معناها انا ما بعتش برشا قلتها بالزهر. ايش قلت انت؟ تذكر البرنامج نتاع اللي وقت اللي دخلت الصحفيه زعما في اللي بالي بالك للمبي هو في الحبس. اي صباح اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في برنامج صباح الخير يا جريمه. وقت دخل اللمبي اطلب نهايه البرنامج ست الحمام من حمامه منطا. كيفاش شي باش يكون زعما برنامج احمد؟ برنامج غنائي، برنامج جريمه باش يكون معاه المخ غنائي مختارت ليلي. باش يكون معاه مختارت ليلي، باش يكون معاه مقلد الاصوات العظيم على مطول جلول الجلاسي. جلول الجلاسي نسلم عليه ونقول له راني نحبك ياسر ياسي جلول الجلاسي. واربعه فنانات اول مره مش عيب وانا اول مره راوهم، ولكن عبد الرزاق الشاب يقول المع نجوم الفن الشعبي. والله برافو عليه عبد الرزاق لانه برشا نجوم تاعو موجودين طلعوا من البرنامج نتاعو ديمونش حنبال وسهريات اللي عملوا عبد الرزاق في حنبال. سمية الحثروبي ما طلعتش مع عبد الرزاق. اما لا سمية الحثروبي يعني اكثر مره ريتها في حياتي في برنامج عبد الرزاق شيب. عبد الرزاق شيب باش يجيب راجل طارق يلوج على بنته معناها يقولها ينقول له ما ماتتش ما ماتتش ماكيش بنتي بي الاخبار شكاكه ولدك قديش مات من مره. يلا سيدي الاخبار الثاني مروان نهايه الاخبار اللوك الجديد شنو بدايه الاخبار؟ احمد العجيمي يرفض القيام باللوك الجديد. اللوك الجديد احمد العجيم مروان بوزيان يفتخر باللوك الجديد. موضوع عندك اقتراح؟ اي احمد العجيمي يفتخر بلوك مروان بوزيان الجديد. اللوك الجديد لا عمرو ذياب ينشر البومه الجديد بعنوان اللوك الجديد. قد عمره عمر ذياب 7000 قد عمره ربي يطول في عمره. بالك عمر ذياب تولد كبير مش عمر مش عمر عمرو ذياب عمرو ذياب ولا عمر ما عادش عمر نقص بالرسمي راه ما يكبرش ما يكبرش عمرو ذياب. مروان الهضبه الالبوم تاعو جديد اللوك الجديد ولا جبل اللوك الجديد. يلا نسمع شويه من عمرو ذياب. عمرين انت الحظ بعينه كان وشك حلو عليا كل اللي الناس شايفينه ما
لما اكتشفت حاجة شنين؟ وأنه عمرو دياب حالف ما يفوتش الطبقة هذه في حياته معناتها معناها غنيته الكل من اللي بديه للتوى ما يمشيش أعلى من هك ديما أمرين أمرين دول ولا علي ديما وجه علي ديما عنده معناها كما نقوله ما لازموش يفوت 30 بلا ولكنه معشوق معشوق الفتيات الجماهير الكل يلا سيدي نهاية الخبر الثالث النهاية ليس بسبب الخيانة شنو البداية؟ انفصال بيكي عن شاكيرا ليس بسبب الخيانة ليس بسبب الخيانة خطر خبر هكا ما نجمش الراتيه خطر انا من الناس اللي قعد خنشوف اقتراحات احمد ومنذر خنشوف نعطيك رأي هكا انت عديت اذا كان هذا الاخبار اذا كان هذا خنشوفوا اقتراحهم ثم نرجعوا له احمد عينه خطر يغادر طارق حناشي اي اف ام ليس بسبب الخيانة منذر ذوات فضل عودي الاخبار نهاية الاخبار ليس بسبب الخيانة عندك فكرة شنو البداية؟ ليس بسبب الخيانة اي ما عندكش مروان ما انت الاجابه بتاعك صح ريت على خاطر شاكيرا تقول اللي هي انفصلت عن بيكي وليس السبب هو الخيانه هي خيانه تهنيت وارتحت على خاطر قلت معناها كان بيكي بكله يخون شاكيرا دونك مش شاكيرا اللي قالت هي روبرتو غارسيا مقرب من ثنائي شاكيرا وبيكي قال انه المشكله خانها معني خان لا قال انه المشكله لا يلم يلم فيها لا لا قال يا طارق خانها قال مادام ماهوش واحد فيهم قال طرف ثالث سيكو يلطفوا فيها ومن قال انه المشكله مش خيانه قال انه بيكي طلب منها مال باش يستثمروا في احد المشاريع التجاريه هي رفضت ومن وقتها بدات المشاكل تخيلوا مع بعضنا سمعني بيكي يستحق مال نتخيلوا مع بعضنا قداش ينجم يكون السوم هذا نتاع المال طلبوا بيكي من شاكيرا طلبوا بيكي من شاكيرا دونك تصور انه مشروع اسمع ظهر لي في باله اللي هي ما عندهاش اي وطلب يتلكش قادر الايامات هذوما الكل نحسوا يغزر البيونسي اما ما نتصور جيزي سيارة منذر ذواتي عندي اصدقائي طارق في برشلونه حبيت نحكي معهم في موضوع بيكي اللي يبيعوا في المراوب لا لا يبيعوا في الكاسكو تاع عياري ايوه قالوا لي اللي بيكي قاعد يخون في شاكيرا صحيح وقاعد يخرج مع مرت ملاعبي من برشلونه لا انا فاكر الاسماء سمي لا لا يسمع فينا طارق لا ميسي نجم يتجرح لا لا مش بيخرج معنا نعطيوش الاسم الكامل خوردي قربت قربت خوردي خليو ما نقولوش الاسم الكامل يلتحق بينا عبد السلام عجينه عجيني عبد السلام انا وسهلا عبد السلام لقب صعيب ياسر عبد السلام انا وسهلا عبد السلام صباح شنو حبيبي شنو الامور الحمد لله صحح لي اللقب عبد السلام عبد السلام عجينه صحيح قلت صحيح عبد السلام عجيني عجينه الصحفي اليوم غير الحلقات اللي عملناهم الفارطه اليوم باش يكونوا اربع دقائق بخصوص شنيا اوماج هشام رستم هماج هشام رستم واللي كنت انت معاه في اخر تقريبا التجربه لي التجربه نتاعو الكلمه ليك دونك ساعه بدايه نقول ندخل في الهماج معني اصله على نفسي ونيابه على كل فريق العامل في برنامج الفاميلي على قناه نسمه ايمان العبيدي عزيزة حسيني رانيا شنوف وكل الفريق التقني العامل نعزي رواحنا بفقدنا لاب كان في مثابه اب في البرنامج واب للثقافه التونسيه جمعاء دونك بهذا نبدا بالتعزية هذه وكتبت أوماج علنا أنه فيه حقه معناها الرجل إن شاء الله النهاية يرسمها الابتداء في النهاية تراجيدية كما بدأت تحت الأضواء فوق خشبة مسرح أمام الجماهير ذات شتاء من شهر تشرين من سنة 67 و900 وألف تاريخ ملأ الدنيا وشغل الناس بميلاد فنان بملامح شركسية مختلطة بدماء قرطاجية صوت جهوري قوي وجه سيألفه التونسيون على شاشاتهم من ذات المسرح الذي عشقه جسد رائعة شكسبير عطيل بعد الاحتضان من عراب المسرح التونسي علي بن عياد ومن هنا تبدأ الرحلة الطويلة الممتدة من ستينات القرن الماضي إلى ما بعد العشرين وألفين من قرننا الحديث سافر إلى عاصمة الكوجيتو باريس شهد على أهم أحداثها ماي 68 صحبة أهم المفكرين من ميشيل فوكو إدغار مورا وصولا إلى جاي دوبوخ ليكتسح المسرح الفرنسي لأكثر من ثلاثة عقود بالتمام والكمال ولأنه كان باحثا وجوديا وقارئا ناهما لألبير كاميو جون بول سارتر عاشقا لمحمود المسعدي عاد لينسخ مسيرة من ذهب بدأت بصفائح ذهب سنة 1988 لنوري بوزيد ابن الانقلاب النوفمبري الذي جسد شخصية المعارض اليساري المؤمن بالحريات والحامل لهموم الشعب وبذلك صامدة القصور ليزف لنا صمت القصور لمفيدة تلاتلي فزاد عشقه وشغفه بالكاميرا والسينما فكان خير سفير للثقافة التونسية في الغرب من أفلام إيطالية فرنسية ومشاركات هوليودية
فكان محاربا شرسا غيورا على معشوقته الكاميرا التي هامت بكل تفاصيله، فتوشح صدره بالنياشين والأوسمة. كيف لا وهو ابن الجنرال رستم وزير الحربية زمن الاستعمار. إشراقات شمس الحقيقة في هذه الدنيا تبدأ بالتغيير. لم يكن هشام رستم ذلك البلدي الأرستقراطي المترفه والمدلل، بل كان إنسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة وما أصعبها في عصرنا هذا. ذكر في ذات حوار أنه لم ينجب أولادا، لذلك اعتبر أن كل الأطفال أبناءه قولا وفعلا. فالرجل حمل قلب القديس وإن حسبوه زنديق في أولاد مفيدة وسنوات التيه والضياع في شكون اقتلس الشريف. كان إنسانا في رسم البسمة على شفاه الأطفال عن طريق مؤسسة رستم فونديشن في زمن انتشار الكوفيدات البشرية الضارة والمساهمة في إفساد الخلايا الأخلاق ونواميس العيش المشترك في الجسم الاجتماعي التونسي. وفي لقائنا الأخير كان تماما كالنخلة النحيفة السامعة الصامدة لوحدها في العراء أمام الريح لتحرس الشاطئ الفسيح. كان وقتها ظروف تصوير برنامج الفاميليا على قناة نسمة مع ضغط الوقت وإكراهات العمل التلفزي كان اجتماع ثنائي حول الحلقة والأسئلة والإعداد، إلى أن سحبنا الحديث عن اللغة العربية والتاريخ وسألته سؤالا إنكاريا: أستاذ، ماذا لو انقطعت اللغة العربية؟ يعني لا أحد سيستمتع بالمعلقات ولا أحد سيتعرف على محمد الإنسان، وإذا انقطعت اللغة من سيعتذر من الحلاج؟ من سيستمتع بخمريات أبو نواس أو زهديات أبي العتاهية؟ من سيزور المعري في محبسه؟ من سينتصر لمحنة ابن رشد؟ وكيف سنعيد قراءة ألف ليلة وليلة؟ فأخذني بذكاء إلى المسرح العربي وقال: هل تعرف كرم مطاوع؟ أجبت ضاحكا: نعم. كان رائعا في قصيدة الكلمة لعبد الرحمن الشرقاوي، فراح يغدو ويقرأ الأبيات الأصعب في القصيدة، وهذا ما فاجأني، التي تقول: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان بين شقي وبغي. عيسى ما كان سوى كلمة علمها للصيادين فصاروا يهدون بها العالم. إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. نهاية لقاء كلها شجنا ختمت بتلك المقطوعة الفنية لعبد الرحمن الشرقاوي من نص الحسين ثائرا: رحم الله رجلا عاش عاشقا فمات متصوفا. شكرا عبد السلام، جينا رسالة وأوماج ممتاز جدا للفنان الكبير الرائع الراحل هشام رستم، ربي يرحمه، إن شاء الله يكون من أهل الجنة. احنا هكا نوصل لنهاية الحصة اليوم، شكرا لكل الفريق، شكرا لأمير في الإخراج، حلمي منذر في الإعداد، وإيام رابع وإيمان الجدي في الـ FM TV. نتقابل غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء، تشاو تشاو. FM نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي.